معكم خالد زويل فاطمة بن إبراهيم. حنا اليوم كنتواجدوا في مسرح محمد السادس ديال مدينة كازا اللي داز فيه العرض ديال الكونفينمو ديال بومبا كوميك. حافظة تبارك الله. اليوم لعبنا العرض ديالنا اللي كنظن انه ماشي اول مرة كنلعبوه في مدينة كازا، هذه ثالث مرة كنلعبوه في مدينة كازا، واللي الحاجة الزوينة هو انه ثالث مرة كنجيو ليه نفس التفاعل ونفس الحب، نفس الجمهور اللي كيجينا كيعاود يتفرج فينا، لانه متأكد باننا كنقدموا واحد الحاجة زوينة. كنبغي نشكروا على التفاعل ديالهم، وكنبغي نقول لهم بانه نتمنوا اننا نكونوا كنا عند حسن الظن ديالهم، لانه الجمهور باش يجي يتفرج فيك المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، اذا كاينه شي حاجه اللي خلاته يرجع. كنبغي نقول لهم راه غادي نرجعوا عندكم مازال، ومازال كاين الجديد، وان شاء الله هذا العرض هذا اللي درنا اليوم في مسرح محمد السادس كان ضمن واحد الجوله اللي كنساروا بها ان شاء الله المغرب، واللي مازال فيها وجده ان شاء الله نهار 23، ومازال فيها اكادير وتارودانت نهار 30 و 31، ومازال عندنا السعيديه في شهر 8 ان شاء الله، في نهار 7 في شهر 8، يعني مازال واحد البوكي ديال العروض ان شاء الله، وحنا تنوجدوا لهم واحد الجديد اخر اللي غادي يعجبهم ان شاء الله. صراحه حنا العرض ديال الكونفينمون حطينا فيه محاكاه ديال الكورونا من نهار اللي دخلت المغرب حتى اليوم هذا، شدينا كاع دوك الطرائف اولا كاع الاحداث اللي وقعوا، درنا لهم اسقاط كوميدي حطيناهم فوق الخشبه، كل واحد فينا لاعب دور ديال واحد الفئه من المجتمع، كاين اللي لاعب المخزن، كاين اللي لاعب القايده حوريه، كاين اللي لاعب مقدم، كاين اللي لاعب البوليس، كاين اللي لاعب كل واحد وكان الهم ديالو شنو هو، كاين اللي باغي يخرج بالليل، كاين اللي كيقلب على اللقاح، كاين اللي واكتشفنا اللقاح في اخر المسرحيه، يعني درنا واحد المحاكاه اللي درنا لها واحد الاسقاط على العنوان ديالها هو الكونفينمون، يعني جبنا اي حاجه عندها علاقه بالكونفينمون وحطيناها فوق بلاصه. كاينه بقره شي بعاد ضروري تفهم. الحمد لله لا تورني غاده بخير، بدات مدينه القنيطره، والان حنا تنتواجدوا في كازا، الوجهه المقبله ان شاء الله وجده، اكادير نهار 30، وجده نهار 23، اكادير نهار 30، تارودانت 31. عرض الكونفينمون الناس اللي حضروا ليه عرض رائع، تناولنا فيه بزاف ديال الاحداث اللي عشناها حنا كشعب مغربي في لقيته كورونا، والحمد لله تنلقاو بان هناك تفاعل ما بين البيبليك وما بين الارتيست، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ما خفتيش تعادى يعني كورونا؟ ويلي المخزن ما تيتعادلش، هو تعادل. الحمد لله اليوم لعبنا العرض ديالنا في مدينة كازا بالضبط في مسرح محمد السادس، داز واحد العرض اللي انكرويابل، كان معنا واحد الجمهور اللي جمهور رائع جدا، تفاعل مع كاع لي سيتياسيون، تفاعل معنا مع كاع لي كاك، اللي خلى انه الفرقة ديال بومبا كوميك تبقى غادا في لوغيتم ديال السبيكتاكل، وكانت شوية ديال لامبروفيزاسيون، علاش لقينا واحد الجمهور تبارك الله عليه اللي كان توب دي توب. كنشكر من هذا المنبر، كنشكر الجمهور المغربي والجمهور الكازاوي.